نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة أسنان طبية مجانية لأهالي قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية. وتستهدف القافلة الطبية الكشف على أهالي القرية وتوفير العلاج بالمجان. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة مصر الدولية قافلة طبية للكشف على الأسنان لأهالي قرى مركز بسيون بمحافظة الغربية. دي أول قافلة تحصل كقافلة أسنان بالتعاون مع حياة كريمة. دي أول قافلة تنزل محافظة الغربية. القافلة بتضم تخصصات كشف وتنظيف وخلع وحشو، كان حشو عادي وحشو عصب، وبتضم كمان بالنسبة للأطفال والكبار، والكشف كله والخدمات كلها بتقدم بالمجان بدون اي مقابل. قبل ما نختار المكان دايما بننزل ونشوف المكان ده فعلا يستاهل، فعلا ما فيش اي اماكن قريبه منه، الناس اللي فيه فعلا محتاجه وكده، وان الناس عددها كبير عشان نقدر نساعد اكبر عدد من الناس. انا بصراحه مبسوطه ان انا في حاجه زي كده، ببقى مبسوطه في كل مره حد بيدعي لي فيها، ببقى مبسوطه في كل مره بشوف حد خلاص يعني كان عنده وجع وارتاح وبقى احسن. احنا عالجنا لغايه دلوقتي اكتر من 4500 حاله. احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا الناس حتى اللي ما نعرفش ان احنا نبقى قادرين ان احنا نعالجهم هنا مثلا، بنحاول ان احنا نحولهم لاما على الجامعه عندنا لاما على اي مستشفى يعني قريبه منهم، بحيث ان احنا نبقى هنا مش عالجنا بس كل اللي نقدر نعالجه، لا احنا عالجنا اكبر عدد كمان ممكن. بنشكر حياه كريمه على البذل المجهود اللي عاملينه ده، وبصراحه يا ريت الزراعه تكرر كمان مره ان البلد في احتياج حاجه زي ديت، حاجه كويسه، حاجه جميله. ناس كتيره بتعاني من اسنانها وعاملين الواجب وزياده بصراحه ربنا يعني. التعامل مع الدكاتره بصراحه يعني حاجه فعلا، هو ده الرفق. حتى برضو الناس اللي بتكتب لنا التذاكر او الحاجات دي يعني حاجه ممتازه جدا جدا جدا. حمله من انجح الحملات اللي حصلت في القريه هنا، ويا رب يعني تتكرر تاني مره واثنين وثلاثه وعشره. بنشكرهم جدا 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 على المجهود اللي قاموا بيه وعلى النظام بتاعهم. قافلة أسنان بسيون تأتي كجزء من أنشطة مؤسسة حياة كريمة في إطار دورها المجتمعي الذي يستهدف توفير الرعاية الصحية لكل أهالي قرى محافظات مصر.